اليوم في تركيا اسطنبول بالذات الاجواء الحلوه، بس الحمد لله اليوم ما في مطر. نمشي نمشي كذا حلو خفيف، نشوف ايش حيصادفنا من اشياء جميله. تعالوا معنا. وصلنا الحب والعشق الحلو برج جالتا. واو، دخلت مزق عزيز وطلع كذا. تعبت على الصباح، لسه ما فطرت. يلا نشوف اذا كان فاتح نطلع فوق. بس حلو المنطقة مرة. برج الغلطة. برج غلطة. غلطة مين بس؟ اوكي. سعر الدخول إلى برج غلطة 45 ليرة و 20 ليرة. نورمال تاون في سوقنا في المدرسة. للأسف دخلت عندهم ما معي ولا ليرة. قلت لهم عندي دولار عندي فيزا، قالوا لا لازم كاش وليرة. فلقيت هنا صراف قريب من الحل اليمين على طول. طلعنا الدور السابع، وصلت الآن 10:30. من بعدها طبعا في تعليمات، ما في لغة عربية للأسف. هنشوف، بس ما طلعت من هنا حلو كمان، بس لازم فوق نطلع دور كمان ثاني، الدور التاسع الثامن المطار، والدور التاسع المطار والكافيه. طلعنا الدور، دور ايش؟ التاسع. قطع نفسي. هنا الكافيه مرة حلو. خلينا نشوف من فين ندخل ومن فين نطلع. الاطلالات الحلوة، شكله هذا الباب. يلا طلعنا التراس، الكافيه من فوق، برج غلطة ما شاء الله اطلالة، وهنا اروع ولا في الخيال. دور فندقنا وينه؟ عارف. تعال نشوف الجهة الثانية، في حاجة بتمطر فوقي. هاي very nice. مفيش حد يصور. الله بسفور جماله بحلاوته. طلعة حلوة. هذاك فندقنا هناك عند التعمير على البسفور. 12 دقيقة وأنا جاية، بعد شوية حنزل أشوف. هنا منطقة أمين نونو، الجسر المعلق أو جسر غلطة. نشوف حافظ مصطفى، ومن خلفنا المسجد الأزرق وساحة السلطان أحمد.
عندهم كتابات، ذكريات، حوائط. برج قلطة، أعطوني قلم. ومحفرين كمان هنا، شوف حروف F و E و... العشق، يا سلام. شوفوا هناك نهاية هذا البرج، السوق المصري. هنا 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 هذا السوق المصري. هدا إلى نسرين من برج قلطة. داخل الكافيه انواع الحلال، لذيذ. طب وتخير، هنقوم وانواع الكافيه، جلسات مطلة، شي حلو. ننزل الدور الثامن عشان نفطر. للأسف لازم حجز قبل الحضور في كل الوجبات. بروح أدور لي مطعم ثاني. دخلنا قسم المحجبات، نخلص كم شغلة لبكرة عشان الدوام على طول. مرة جميل المكان، وفي قسم خاص بالمحجبات، خدمتهم مبهرة، رائعة جدا صراحة. الله، نذوق أكلاتهم الحلوة، المعجنات، البوريك، ونشوف إيش كمان من الحالة الحلوة. لذيذ، لطفاً. جلساتهم حلوة كذا، أحلى ما في اسطنبول. امشي طب وتخير، أي مكان يعجبك تاكلون وتمشون.
بوابة ثلاثة International Department Welcome Ash Galdris. يلا تغريف الآمن بجانب التفتيش من بوابة ثلاثة للدخول على يمينكم على طول. 85 ليرة للشنطة. وصلنا الجوازات وأخر جوازاتنا هنا، لازم نحطها بشكل إلكتروني عشان يطلعونا البوردينج. شيء جميل. اي اخترنا مقعد كويس جنب بعض. A to B. ويندو. يا. ثالث بيس. كمان مكتب استرجاع ضريبة أو تاكس فري بعد الجوازات وما تخلصوا الشحن من هنا. بعد ما تخلصوا من هنا تجوا هنا على طول. واضح أمامكم في المطار. احنا رايحين نشوف وين بوابتنا. لاحظنا هنا شيء جميل، محددين دقائق المشي الى البوابة المعنية لك انت في المطار. شيء جميل. مطاعم ندور مطعم. ابغى المطعم اليمني، ابي رز مدفون لحم. تعالى اللي فيه هنا رز يبلغني. ديوتي فري في مول اسطنبول، مول المطار ان شاء الله. كل مكان ديوتي فري. حسوا مول لهذا ما شاء الله، مو مطار. كل ما تتلذذ به نفسك، حتى الثلج جايبينه لي باكله الحين. شجرة الثلج حتوحشنا ايها الدب القطبي. نكسير ان شاء الله برحلة ثلجية.